تسجيلات حرز الله هي الأفضل. دقيقة طلب ومش غلط دقيقة قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء جميعا الله يرحمه يرحمه يرحمه. يعني أنا ما بدي أطيل بالكلام ولكن إحنا بنعتز إنه إحنا فلسطينيين وهي حياتنا بنرضى بها الحمد لله دائما، ولكن هاي الحياة فيها الأفراح فيها الأطراح واجتمعنا بالأفراح إن شاء الله دائما نلتقي بالأفراح. ظريف الطول جرح العرب زايل فلسطين صارفة طول والأقصى حزين وجرح العرب زايل فلسطين ياسر أقسمنا بالله إنا عائدين لا نحررك يا أقصى بلادينا. شباب الدوري من سجون الاحتلال ومن الاسيرين برضو محمد الطويل وعصام السدر افراج قريب عاجل لكل الاسرى الله كريم. احلى صحفي واحلى موقع بدر يا احمد الجلاجل الشبابي وايام الشبابي
والحصيدة سك الله سك الله يا حر سك الله يا حرز الله ولما ليس غافل التالي علم الهيبه
شباب الكل يجي وراي صغيرة ابو السكر بالمدلك الاقصى بيرجع وبرحابه بنضلنا نتمخدر الشهداء والظالم الله أكبر وين سامع سامع أنا بدي أقول بس شغلة واحدة إذا شعري العريس الليلة مميز وهاي الليلة مميزة والضيوف مميزين أمانة الله والنبي اللي على الكراسي قبل الواقفين أمانة نسمع زافي فوق يلا أحلى عريس يا علي ولك يا عيون عناصر الفارس والشباب بالسامع اقوى 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 يا ميا لعيونك يا علي ولك قلت لك انا شو قلت لك من زمان قلت لك لعيونك 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 هاي 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 يا اخي بحب الاوادم انا بحب الاوادم شو اساوي كل اللي معانا اوادم اكابري اعمامه اخواله نسايبه اصحابه ولك احب اصحابه شباب الصعيدة وصلوا يعني ايه